تأكيدا على عمق علاقات الجمهورية العربية السورية مع الاتحاد الروسي، ودعما لصمود الشعب العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري العالمي، وصلت إلى مطار الشهيد باسل الأسد باللاذقية طائرة مساعدات روسية تحمل 23 طنا من المساعدات الإنسانية، هي مواد غذائية وأغذية أطفال وحليب. روسيا الاتحادية اليوم تكمل المسيرة وعلى هوا توصيات السيد الرئيس فلاديمير بوتين تقديم المساعدات المهمة واللازمة للشعب السوري بحرب ضد الإرهاب. نحن نعلم أن هذه المساعدات البسيطة التي هي مساعدات رمزية، ولكن هي رسالة لنثبت موقف روسيا قيادة وشعبا، تثبت موقفها مع الشعب السوري والحكومة الدستورية والشرعية المنتخبة من قبل الشعب. ونرجو أنه ما يكون حدا عنده شك أنه بهالحرب اللئيمة اللي واقع على سوريا أنه روسيا ما رح تتغير ولا تغير من سياستها إلى أن يتم النصر. الشعب السوري يقدر عاليا المواقف المشرفة للشعب الروسي الصديق لما يقدمه من مساعدات إنسانية حتى يتجاوز محنته ويعود الأمن والاستقرار للوطن ويتحقق النصر. بتوجيه من السيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إرسال مساعدات كالعادة إلى سوريا، وهي تعبير عن محبة الشعب الروسي، وهي نابعة من قلب الشعب الروسي للشعب السوري الصديق. هذه المساعدات عبارة عن حوالي 23 طن من المساعدات الغذائية وأغذية أطفال متنوعة، هي ليست الأخيرة إن شاء الله، وستستمر هذه المساعدات حتى يعم النصر في هذا البلد الحبيب. هي رسالة واضحة تعبر عن عمق واستراتيجية العلاقة بين سوريا وروسيا، وتفضح كل رسائل المتآمرين من أغراب وأعراب. حسن ملاح، التلفزيون العربي السوري، اللاذقية.